الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، معكم فيها أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. رسالة خطية إلى الشيخ تميم وجهود الأمير تحظى بالدعم والتقدير. لين تكون عندكم خدمات سنعة في البلد ذيك الساعة نتكلم عن فكرة إقرار الضريبة. فيتو نيابي ضد فرض الضرائب ودعوة لعدم المساس بجيب المواطن. عمره 45 حاليا، من هو سنة للحين 45 هو يعاني وكسور وحالته حالة. صرخة استغاثة عبر الراي، مبعثها حالة مرضية استثنائية متفاقمة. الفنان عبد الحسين عبد الرضا في العناية المركزة والراي يستقصي عن حالته. حزمة توصيات تعنى بالأمن والسلامة وتترقب الإقرار للحد من الحرائق. وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم مبعوث أمير البلاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك، حيث جرى تسليم رسالة خطية من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضاء ذات الاهتمام المشترك. وكان مبعوث الأمير قد سلم خلال اليومين الماضيين رسائل خطية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى كل من العاهل السعودي والملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك ضمن جهود الوساطة الكويتية ومحاولات تقريب وجهات النظر وتسوية الخلاف مع قطر. في تصريح له أعرب السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان عن ترحيب بلاده بالزيارة التي سيقوم بها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى واشنطن في 6 سبتمبر المقبل، مؤكدا أنها تعكس عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال سيلفرمان أن جهود الوساطة التي يقوم بها الأمير لرأب الصدع الخارجي هي محل دعم وتقدير من واشنطن، مضيفا أن إدارة الرئيس ترامب أربت عن ترحيبها ودعمها لجهود أمير البلاد بهذا الشأن. كما أوضح السفير الأمريكي أن الكويت فاعلة ليس في هذا المجال فحسب، وإنما في مجالات أخرى، قائلا أن دولة الكويت قائد بحق في المجال الإنساني، حيث أن الكويت لا تقدم المعونات فقط وإنما تستثمر في استقرار جيرانها والمحافظة على ذلك الاستقرار. نفت الإمارات والبحرين فتح مجالهما الجوي السيادي أمام الطائرات المسجلة في قطر، وقالت هيئة الطيران المدني الإماراتي أن ما تم السماح به هو استخدام الطائرات المسجلة في قطر الأجواء التي تقع فوق المياه الدولية وتديرها الإمارات. كذلك أكدت شؤون الطيران البحرينية أن ما تم اتخاذه هو تعزيز إجراءات السلامة وفتح منافذ للطوارئ. وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني الأيكو قد أكدت أمس أن البحرين والإمارات وافقتا على فتح ممرات جوية لطائرات الخطوط الجوية القطرية.
على صعيد آخر، أعلنت قطر السماح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة لتأشيرة دخول أو أي رسوم، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن مواطني الدول المعنية وراغبين في زيارة قطر يمكنهم القيام بذلك دون تأشيرة دخول أو رسوم، حيث يتم إعفائهم من التأشيرة لدى وصولهم إلى منفذ الدخول، معتبرا أن هذا القرار يضع قطر على رأس الدول المنفتحة على السياحة في المنطقة. وصل ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اليوم إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة خاصة، وكان في مقدمة مستقبليه على أرض المطار نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والسفير الكويتي لدى النمسا صادق معرفي وأعضاء السفارة. في ردود الفعل النيابية إزاء الموافقة على مشروعي قانوني اتفاقيتي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة الخليجيتين، أعلن نواب عن رفضهم المسبق لإقرارهما، حيث طالب النائب عبد الكريم الكندري بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قبل التوجه لفرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أنه سيصوت ضد القانون. وشدد الكندري على حاجة الكويت للعمل الجاد على تقليص العجز والهدر والحد من الفساد لما في ذلك من أثر إيجابي على الميزانية. أول جملة راح نقولها وكل الشعب اليوم قاعد نسمعها يتكلمها ويقولها، لين تكون عندكم خدمات سنعة في البلد ذيك الساعة نتكلم عن فكرة إقرار ضريبة. لذلك حتى أن يكون عندنا موقف واضح من البداية، سأصوت ضد المشروع بقانون بفرض ضريبة القيمة المضافة. بدوره قال النائب رياض العتساني أنه ضد إقرار الضرائب ومنها مشروع القيمة المضافة، مشددا على رفضه التام لما أسماه استنزاف جيب المواطنين والمستهلكين بصفة عامة، وذلك من خلال قرارات سلبية برفع أسعار الخدمات العامة وإقرار الضرائب في ظل خدمات متواضعة وهدر بالأموال العامة وزيادة بالمصاريف الحكومية. كذلك حذر النائب حمود الخضير من إقرار الاتفاقية والتي قال إنها ستفتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد من الضغط على المواطنين وترفع حجم التبعات المالية عليهم، وأضاف على الحكومة أن تدرك أن قوانينها لن تمر في مجلس الأمة إن كانت تمس دخول المواطنين ومكتسباتهم. حكوميا، قالت وزارة المالية أن وجود قانون الاقتراض ذي سقف كاف سواء في حيث المقدار أو المدة هو ضرورة للتخطيط الاستراتيجي وتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة. أوضحت الوزارة أن مشروع قانون الاقتراض الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة ليس جديدا، بل هو امتداد لسلسلة من القوانين الصادرة منذ عام 1987 بشأن السماح للحكومة بالاقتراض لتغطية عجز الموازنة العامة. كما بينت أن القانون يمزج بين عدة خيارات للمعالجة وهي الاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي العام. عبد الله العلي يرقد منذ 10 أيام محشورا في كرسي متحرك خاص بقضاء الحاجة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب أن تعرض لكسر فاقم حالته نظرا لإصابته بمرض الكساح وفقده حاستي السمع والنطق، كما أن جهود نقله إلى المستشفى لم تفلح نظرا لشدة الألم الذي يعانيه لمجرد لمسه أو تحريكه. وقد أطلق ذو المريض صرخة استغاثة عبر الراي على أمل الالتفات لحالته الصحية الاستثنائية وإرسال فريق طبي متخصص للتعامل مع حالته. خالد الفارس زار المريض في منزله وأعد التقرير التالي.
عمره 45 حاليا، من هو سنة للحين 45. هو يعاني وكسور وحالته حالة، وخلينا مكان ما وديناه أطباء الرازي كلهم يعرفونه ويعرفون حالته، ورغم هذا يعني يقولون كل ما نودي نسوي له لجنة تخيل كلها مرفوضة، غير هذا ما يسمع ولا يتكلم. منذ ولادته وهو يعاني من مرض الكساح الذي يصيب الإنسان نتيجة خلل في معادن العظام، فيتسبب له بكسور عظمية بسبب هشاشة عظامه، بالإضافة إلى ذلك هو من ذوي الاحتياجات الخاصة لفقدانه حاستي السمع والنطق. اليوم يمر على معاناته الجديدة أكثر من 10 أيام عندما أصيب بكسور في فخذه داخل دورة المياه التي لا يستطيع الدخول إليها إلا على كرسي متحرك خاص لحالته. لما يدخل الحمام ما يقدر، هم يعني عنده إيده هم ما تنفتح كلها، هم طايح من قبل مكسورة، وهني الكويت للأسف ما عرفوا يسوونها يجبسونها لعدل، فتمت الإيد كذي ما تنفرد. أعتقد كان يحاول يعني تكرمون يغسل، وأثناء يعني لهذا هالعملية ما يعني قدر يتحكم في نفسه، الظاهر يمكن كان مستعيل ويا قاعد مرة واحدة، فعنده هني انكسر الفخذ. الفخذ من انكسر صار مثل كسور ردية على ريله، بحيث انه وصل ليشف الريل. الكسور من بداية الفخذ للنهاية، فمن يومها ما قدر يحرك نفسه نهائيا، وحتى يعني أي أحد يحاول يساعده ما يقدر. نبي مخدر حق يخدرون الجزء السفلي هذا، بحيث أنه ما يحس لما نشيله من مكانه للفراشة، ما نبي يحس، لأنه هو أقل شفت مساع أقل حركة يتألم. هذا ناهيك عن نفسيته الصفر، انكسر عنده من البداية الفخذ، غير هذا هو أصلاً عنده كسور بالركبة 3 كسور، وغير هذا انكسر عنده بعد الكفري. أنت تخيل شلون إنسان قاعد متحمل كل هالكسور. يحتاج هذا المريض إلى تخدير للجزء السفلي من جسده حتى يتمكن من التحرك عن الكرسي الذي يجلس عليه لما يزيد عن 10 أيام حتى ينام على سريره، وهذا ما عجزت عنه مستشفيات وزارة الصحة. أتمنى صوتي يوصل لكل أهل ديرتي الحبيبة الكويت، أتمنى يوصل حق وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، أتمنى يشوفون حالة إنسان مواطن كويتي في حالة تردي إلى أبعد حدود، فأرجوكم أرجوكم أرجوكم أحد يشوفه على الأقل، بس تخدير حتى لو ربع ساعة بس نشيله من المكان اللي هو فيه، تكرموا للمرحاض اللي قاعد عليه إلى بس سريرة. خالد الفارس، الراي. أدخل الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن إثر إصابته بجلطة رئوية، حيث كان يتلقى العلاج هناك منذ أيام. وفي تصريح أدلى به لتلفزيون الراي، أوضح بشار عبد الحسين نجل الفنان الكبير بأن والده تعرض لجلطة رئوية صباح أمس أدت لتوقف القلب، لكن الطاقم الطبي تعامل مع الحالة بالصدمات الكهربائية ما أدى لإنعاش القلب مرة أخرى، مبشرا بأن وضعه اليوم أفضل من أمس. وينضم إلينا عبر الهاتف من لندن بشار عبد الحسين عبد الرضا لنقل الصورة إلى الجماهير العريضة التي تتابع أخبار الفنان الكبير. أولا ما تشوفون شر وسلامتكم يعني وسلامة فناننا الكبير، ونتمنى أن توضح الحالة للجماهير العريضة من محبيه. أول شيء طبعا أشكر لكم الاتصال والاهتمام هذا بخصوص حالة الوالد. طبعا الوالد كان قبل فترة أدخل المستشفى في بريطانيا لعمل جراحة
الشرايين الرئيسية في الساقين، والحمد لله تكللت العملية بنجاح. لكن للأسف صباح أمس وهو في الطريق إلى داخل المستشفى، هو كان مفروض أنه يروح يعمل أشعة الصدر، أشعة عادية روتينية، فجأة توقف التنفس عنده القلب، توقفت عضلة القلب، فتدخل الفريق الجراحي الحمد لله بسرعة، أدت إلى استعادة القلب بالصدمات الكهربائية، انعاش الصدمات الكهربائية، وأدخل العناية المركزة طبعا لمعرفة الأسباب اللي أدت لهذه الحالة. كانت الحالة البارح حرجة، اليوم الحمد لله الدكاترة طمنونا أنه هي بس مسألة وقت، أنه يكون لازم تحت التخدير وليس تحت الغيبوبة مثل ما لا يقولون الناس أو الرسائل انتشرت، هو تحت التخدير من قبل الأطباء، من قبل الفريق الطبي، حتى يتابعون حالته ويكون بحالة مستريحة، بحالة طبية مستقرة. والله كريم، وأسأل أهل الكويت وأهل الخليج الدعاء، محتاجين الدعاء. نعم، سلامة قلب أبو عدنان، يعني اللي كل قلوب أهل الخليج والكويت والعالم العربي يعني يحاتونه ويتمنون الاطمئنان عليه. هل من يعني مؤشرات معينة أوصى بها الأطباء في لندن، أو أنه يحتاج الآن للراحة أو لتدخل جراحي مثلا؟ لا الحمد لله الآن التدخل الجراحي لم يطرح كل الموضوع، أنه محتاج إلى الراحة والمزيد من الفحوصات لمعرفة الأسباب اللي أدت إلى توقف عضلة القلب، لأن كان كل قراءات مستقرة، النبض الضغط كل شيء طبيعي، ففجأة حصل، حتى كان هو في وضع مرح، يعني كان قاعد يضحك معانا وفجأة جت له الحالة. فإن شاء الله الأيام القادمة تحمل الخير يا رب، وتحمل الأخبار الطيبة، وما لنا غنات عن دعائكم ولا لنا غنات عن سؤالكم. وطبعا أشكر الجميع اللي اتصل وعبر عن مشاعره، وأشكر أهل الكويت وأشكر أهل الخليج، أخواننا من كل دول الخليج ما قصروا، الاتصالات توالت علي من الصبح للحين، وهذا يدل على شيء، يدل على مكانة الوالد في قلوبهم، مثل ما هم لهم مكان كبير في قلبه. الله يحفظك. نعم، تمنياتنا القلبية لقلب أبو عدنان بالشفاء العاجل إن شاء الله، ونتمنى أن يكون اتصالنا القادم للسلام عليه شخصيا والاطمئنان على حالته الصحية. بشار عبد الحسين عبد الرضا كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا جزيلا لك. هذا وكان خبر إدخال أبو عدنان العناية المركزية، قد أشعل وسائل التواصل الاجتماعي حبا ودعاء للفنان الكبير الذي أسعد الجماهير بفنه طيلة نصف قرن. التقرير التالي مع الزميل محمد الحياري. صحتي مو الأولية، ولكن حبي للمسرح يعني أتحمل، حتى لو ما فيني ذي الشدة، لكن لو وقفت على خشبة المسرح وقابلت الجمهور أنسى التعب هذا كله. ودليلك على هذا، ترى أكثر من جلطة يتني وكله بالمسرح. حاشتي كنت بالمسرح؟ إيه وأنا بالمسرح بعد المسرح، لأن شعرت فيها وكملت. إيه أكمل، وساعات كان يبون دكتور يعطيني إبرة أو يعطيني أدوية من وراء الستارة وأكمل. عاصفة من تغريدات الحب ثارت دعاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار خبر تعرض الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا إلى وعكة صحية ألمت به، مما استدعى دخوله إلى مستشفى في لندن. فتداعى مغردون خليجيون وعرب للتعبير عن الحب والوفاء للهرم الفني الكبير، سائلين الباري عز وجل أن يمن عليه بسرعة الشفاء، ومستذكرين أعماله الفنية التي أدخلت السرور على قلوب الكثيرين. ومن العاصمة البريطانية لندن، حيث يرقد أبو عدنان على سرير العلاج، أمنيات بشفائه من مصابه وتطمينات عن وضعه. مع أخوي بشار عبد الحسين عبد الرضا، وإن شاء الله الأمور يا رب يا رب يا رب. دعواتكم يا رب. تصدر هاشتاغ عبد الحسين عبد الرضا موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعبر العشاق عبر تغريدات أطلقوها عن مدى حبهم وامتنانهم لمسيرة أبو عدنان الفنية الكبيرة على مدار نصف قرن، مستذكرين أعماله القديمة والجديد، آملين أن يغادر سرير المرض عائدا إلى أرض الوطن معافى، ولسان حاله يقول باي باي لندن.
محمد الحياري، الراي. أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد إغلاق الإدارة لـ 21 منشأة هذا العام بسبب عدم التزامها بالاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة. تصريح المكراد جاء خلال ندوة نظمتها إدارة الإطفاء بمشاركة عدة جهات معنية تحت عنوان السلامة في المباني قيد الإنشاء. وتهدف الندوة إلى وضع توصيات تعنى بمتابعة شروط الأمن والسلامة في المباني، على أن ترفع توصيات إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإقرارها كتشريع. تقارير الحرائق اللي حصلت مؤخرا، كانت هناك كاميرات في موقع الحريق، كانت هناك أدلة جمعت، كانت هناك شهادات شهود أثبتت أن هذه الحرائق للأسف حصلت من أخطاء بشرية، وأهمها استخدام القص الحديد أو اللحيم وسقوط كتل حرارية على مواد سريعة الاشتعال اللي هي الخشب غالبا. بعد فترة زمنية تطور الحريق إلى أنه صار أكبر وأكبر، ونشب عنا هذا الحريق. إحنا مسؤولين أمانة عن حماية الأرواح والممتلكات، وأكيد مثل ما أنتم شايفين في الفترة الأخيرة كان فيه تشديد كبير. أغلق في السنة هذه أكثر من 21 منشأة مختلفة الأنشطة. في هذه الندوة خرجنا بتوصيات سترفع إن شاء الله إلى معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله مبارك، والهدف منها أن هناك يعني اليوم وياين نشوف يعني أخطاء بعض كثر ما هي أن إحنا نصحح سلبيات لو وجدت سلبيات للحد من هذه الحرائق. خلال اختتام فعاليات نادي المتطوع الصغير التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي للسنة الخامسة على التوالي، قال نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي أن نادي المتطوع الصغير يحرص على غرس مفاهيم العطاء والعمل التطوعي، موضحا أنه ضم هذا العام 140 طفلا تم تعليمهم المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، إضافة إلى أنشطة النادي التربوية والترفيهية. خلال هذا الشهر نعلمهم على المبادئ الأساسية للحركة الدورية للهلال والصليب الأحمر، نعلمهم يساعدون الآخرين بغض النظر عن اللون وبغض النظر عن الديانة بغض النظر عن الجنسية، يساعدون الإنسان كإنسان. ولله الحمد أثمر هذا الشهر في تعليمهم، فقد شاهدت أنا بعض الأطفال يساعدون كبار السن في حمل بعض الكراتين. طبعا لأن احنا عندنا إدارة اسمها إدارة المساعدات المحلية، ونخدم فيها أكثر من 5000 عائلة من العائلات المتعففة، وساعد بعض الأطفال يساعدون في ترتيب هذه الكراتين. طبعاً شفت بعض الأطفال يتبرعون لمشروع بلسم، عندنا صندوق بلسم وهو لمساعدة الآخرين، مساعدة الأطفال واللاجئين في كل مكان، فلله الحمد أثمر هذا الشيء. في باريس أعلن القضاء المختص بمكافحة الإرهاب توقيف منفذ حادث الدهس الذي وقع بضواحي باريس وفتح تحقيق في الحادث. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر قضائي القول أن الشرطة أطلقت النار مرات عدة بعدما حاول منفذ الهجوم الفرار، ما أدى إلى إصابته بجروح، مشيرا إلى أنه لم يكن مسلحا عند توقيفه. وأضاف المصدر أن وحدة مكافحة الإرهاب الفرنسية فتحت تحقيقا في هجوم الدهس الذي استهدف جنودا في ضاحية لوفالو بيري بباريس، ما أسفر عن إصابة 6 منهم. خام الكويت يقترب من حاجز 50، تابعونا في الصفحات الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم. قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن لدى 73% من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما في الكويت حسابا بنكيا، موضحا أن نسبة الشمول المالي هذه تعد الأعلى بين دول المنطقة. جاء ذلك في تصريح للهاشل بمناسبة إصدار البنك تقرير الاستقرار المالي للعام الماضي. أوضح أن تقارير الاستقرار المالي تشمل للرصد والتحليل
التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي، وتظهر مدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات. شهدت جلسة تداول بورصة الكويت اليوم تباينا في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة وتراجعا في القيمة المتداولة مقارنة ببداية الأسبوع وسط ركود واضح خلال فترة الصيف. وقد أغلقت السوق على انخفاض المؤشر السعري بواقع 7 نقاط، كما تراجع الوزني بنحو نصف نقطة، بينما ارتفع مؤشر كويت 15 بواقع نقطة واحدة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 11 مليونا و500 ألف دينار كويتي. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 46 سنتا في تداولات أمس ليبلغ مستوى 49 دولارا و49 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات أمس بفعل زيادة صادرات منتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، على الرغم من أنباء عن انخفاض شحنات الخام السعودية. المركز الأول لرماة الكويت، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. حقق لاعب منتخب الكويت للرماية المركز الأول في المسابقات المشتركة للفرق في البطولة الآسيوية للرماية المقامة في كازاخستان عن طريق الراميين عبد الرحمن الفحان وسارة الحوال. وقال رئيس وفد الكويت دعيج العتيبي إن أزرق الرماية بهذه النتيجة تفوق بهدف واحد على الفريق الكوري الذي حل في المركز الثاني، فيما حل في المركز الثالث الفريق الهندي. استعدادا لانطلاق دوري فيفا للموسم المقبل، عقد الاتحاد الكويتي لكرة القدم اجتماعا جرى خلاله بحث سبل التعاون بين الاتحاد وشركة فيفا بحضور الرئيس التنفيذي للشركة سلمان البدران وأمين عام الاتحاد محمد خليل وبعض أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الاتحاد. وقد رحب الأمين العام بالحضور وشكر فيفا على الدعم الذي قدمته لاتحاد الكرة والذي كان له أثر إيجابي في نجاح جميع البطولات السابقة، مؤتمنيا استمرار هذا التعاون في الفترة المقبلة. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.